يعني انا مريت بالمرحله ديت، ان بيبقى عندك عدد معين من اللعيبه، انت بتتكلم على في اعراض كتيره جدا بره النادي الاهلي، وعندك كمان ولاد طالعين لسه من قطاع الناشئين، وعندك نجوم موجودين، فالحسبه ديت اعتقد بتبقى مش هقول لك حسبه صعبه شويه، غير كمان انك مطالب بصفقات جديده. يعني انت خلي بالك عندك اربع حاجات، اربع محاور ممكن فايلر بيشتغل عليها. انت عندك لعيبه اوريدي دلوقتي موجودين في قطاع الناشئين مواليد مثلا 97، دي جزئيه وبيتمرنوا مع الفريق. طيب وعندك قائمه الفريق الحاليه، وعندك محور تاني عندك بعض اللعيبه المعارض، وعندك مطالب من الجماهير ان لازم يكون في صفقات مميزه. فانت كل الاربع محاور دول اعتقد بتترتب بشكل معين عشان تخرج باحسن النتائج. يعني بص هذا يا كابتن، انت عندك مشكله محتاج يعني يتم حلها ودراستها من دلوقتي. انت عندك مشكله في خط الظهر، احنا اتكلمنا قبل كده وانه خط الظهر يعني انت شايف ان احنا محتاجين صفقات على مستوى السرد باك وعلى مستوى مثلا باك يمين باك شمال. يعني وضح لي وركز لي معايا خط الظهر فيه اربع مراكز، مساكين محتاجين. انت محتاج، عاوز اقول ايه، محتاج نوعيه من نوعيه انه المدافع مش يعني المدافع ده، احنا اللعيبه اللي عندنا من لعيبه يعني مش هقول لك لعيبه مميزه، لكن مشكلتنا ان مشكله اصابات متكرره. ممكن يكون انت محتاج سرد باك بمواصفات معينه، انت شايف المواصفات الكلام دي إيه؟ الكلام عن الموضوع مش تقليل من الموجود، لا طبعا، بقدر لا طبعا. انك انت بتدور على الافضل. تمام، افريقيا، فوز بافريقيا، اذا لم تجد تمتلك اللاعب اللي يديك ميزه عن اي لاعب عادي ما ينفعش تتعاقد معايا. لما تجيب الدورة على لاعب اجنبي مثلا او لاعب مميز هتدعم بيه صفوفك، لازم يكون عنده ميزه عن اللي عندك. طبيعي، انت مشكله انت، ما انا بكلمك، انت مشكله انت دلوقتي محتاج في الدفاع، محتاج تدعيم بلاعب او اثنين على الاقل. لا يعني ايه اضيف عليهم، طبعا مع حظ غريب جدا في كثره الاصابات دي مشكله برضو في خط الدفاع. انت عندك جمله اصابات في الخط الخلفي، كان سعد سمير وبعدين محمود متولي وبعدين رامي ربيعة وبعدين ياسر ابراهيم وبعدين ياسر ابراهيم، بقول لك اهو يعني اربع سنتين. لا محتاج تدعيم، محتاج تدعيم بلعيبه كوره، يعني لعيبه كوره مش بعينين ده باربعه، يعني مش عاوز اقول من عينة هاني رمزي، لا، وعينة عماد النحاس، وهتخش وائل جمعه، لا يعني ايه يعني المدرب او التطور اللي في الكوره اللي حصل، انت مش بتجيب لعيب لمهمه واحده، انت بتجيب لعيب بيأدي اربع مهام في الملعب، يعني يلعب دفاع ويلعب نص ملعب ويلعب باك رايت ويحل لك مشكله يعني في لعيبه من نوعيه لعيبه الجوكر، يعني اللي بيبقى اكتر مركز بيحل لك مشكله لو انت تعرضت لموقف في مباراه وطرد منك لاعب، يبقى عندك ايه، يبقى هنا تلجا انه المدرب عارف امكانيات وقدرات لعيبه فيبدا يحركها. يعني حضرتك عايز نقول سرد باك، طبعا، يعني لازم مساك في خط الظهر، محتاجين باك، يعني معلومه طبعا مش كويس، بس محتاج لازم باك اب بالنسبه له. في محمود وحيد، محمود وحيد برضو ايه، بس محمود لعيب هايل، انا بحس ان محمود برضو بيبقى في الجزء الامامي اكتر شويه، يعني في الحاله الهجوميه بيبقى افضل شويه، بس انت ايه لازم تديله عشان تشوف برضو ايه القدرات في المواقف الصعبه. تمام، في الباك رايت محتاج تدعيم، لازم انت شايف، مظبوط، شايف الكلام ده خلاص. في نص الملعب انت برضو، اعتقد في نص الملعب عندنا لعيبه، يعني بص في نص الملعب انت موجود، كل المشكله اللي بدور عنها فايلر لغايه دلوقتي برضو على ما يبدو لسه انا مصل للرقم 10 من وجهه نظري، رغم ان وجود قفشه، وقفشه لو سيبت في الحته دي وتركز عليه وتساب هيعمل نقله مختلفه خالص، ما اعرفش ليه برضو في الجزئيه دي، لكن انت المجمل مش بقدر انك انت تجيب 10 يعني 7 8 لعيبه، بقدر ما تجيب اللي ناقصك اللي انت محتاجه بالظبط. طيب يعني عندك من 11 لاعب انت عامل لهم اعاره، من عمار حمدي لاحمد ياسر ريان ل كمان شريف انبي لعيب محمد شريف طبعا محمد شريف للانبي لعيب مميز، محمود الجزار والاهلي كان جاب برضه الناس بس عاوزه تشوف، يعني ايه الناس عاوزه تشوف اللعيب، تشوف قدرات ما شفتوش، سمعت لكن ما شافتش، يعني برضو ايه لما يبقى موجود هل يستطيع انه يتحمل الضغط بتاع النادي الاهلي، قدرات رغم انه لاعب برضو في المنتخب الاولمبي ما تشافش برضو بالصوره، يعني ما خدش برضو حظ، كان بيلعب بديل برضو، ما خلي بالك دي فرصه كمان انك بتلعب من غير جماهير، احنا دايما كنا بنتكلم الضغط الجماهيري في المباريات، لا ده انت عندك فرصه كمان انت بتلعب من غير جماهير، فالموضوع الضغط الجماهيري داخل الملعب هيكون قليل شويه على الولد اللي بيلعب، لكن كل انت حضرتك بتتكلم عليهم اسماء لعبوا اوريدي تحت، يعني احمد ياسر ريان لعب تحت ضغط جماهيري في بطوله افريقيا كان فيه 100,000، طبعا فحضرتك زي ما بتتكلم يبقى فيه
في صفقات حضرتك شايف ان صفقات نركز بالظبط على موضوع خط الدفاع بشكل افضل شويه طبعا. المعارين نشوف مين اللي ممكن يلعب الدور اللي يزود النادي الاهلي يعني عمار انا شايف انه هيبقى مكسب كبير لان عمار لعيب كويس وكان معانا ساعات في المنتخب بالفتره اللي فاتت بيلعب على الطرف بيلعب ممكن ياخد دور شويه دور قفشه ممكن يلعب هاف يمين بوكس تو بوكس فعنده كذا مركز يقدر يشتغل عليه لما حط اتصاب في ماتش بتاع الطلايع الناس كلها بدات مهتمه وكان في حاله من القلق على صحيح عليه يعني من الاصابه ان شاء الله هتبقى فانا عايز اقول لك انت ايه محتاج حتى تغيير سياسة نوعية التعاقد مع اللاعب الأجنبي. خلاص إذا لم يمتلك اللاعب الأجنبي اللي يديك ميزة عن اللاعب المحلي في سل كمان ارتفاع الأسعار والمبالغ الضخمة والعقود الرهيبة دي إن لازم عندك اللاعب الأجنبي بيديك الميزة لما تتزنق تحتاجه يعني لما تبقى محتاجه تلقى موجود بيعمل يعني الفارق بيعمل لك يعني الفارق ده بيبقى موجود إيه؟ مش على الصعيد الدوري فقط لا دلوقتي أفريقيا الكرة اتطورت ما عادش فيها صغير وكبير خلاص الدنيا كله بيشتري وفي توجه كبير جدا حتى ده لاحظ انه حتى في الكره الافريقيه بدات توجهوا ناحيه ايه امريكا اللاتينيه بقى في لعيبه بيجيبوا لعيبهم من هناك يعني في تبادل سواء بسبب اللغه سواء بسبب التقارب سواء يعني في حاجه مختلفه ليه ما نبصش على الاتجاه ده ونغير لازم يبقى في حاجه مختلفه يعني انت محتاج اللعيب المهاري القوي اللعيب اللي خلاصك انت عندك مشكله في الهجوم عندك مشكله في الهجوم عند راس حربة يخلصك اللي هو من ربع فرصه من ربع انت مزنوق ممكن يعمل لك واحده ما تتوقع يعني ايه يعني من عينه يعني ثنائي جلبرتو وفلافيو الفتره طبعا دي من الفترات الذهبيه اللي بتتكرر ما تتكررش غير كل 10 15 سنه بيننا عماد يعني عاوز اقول لك ايه لازم يبقى شغلك الشاغل انك تدور وتعمل الحضانه بتاعتك اللي هي لو حتى ما لقيتش بره والامكانيات ما ساعدتك يبقى عندك من ولادك يعني طلع من لازم يبقى في شغل في تنسيق مهم جدا انك تفتش انا بكلم حضرتك في الجزئيه ديت انت عندك ما انت زي ما قلت لك عندك قطاع ناشئين ممكن جدا تبص على حد واعد فيه ويجهز خلال سنتين ليه لا وعندك كمان معارين هيرجعوا حسب رؤيه فنيه وحسب المدير الفني عايز ايه وعندك صفقات لازم تحصل على المستوى انت بتقول طبعا على المستوى الدفاع انا بوافقك الامر فيه على المستوى الدفاع لازم يكون في بعض الناس صفقات مميزه ونص الملعب انا شايف انه رجوع بعض الناس المعاره ممكن تساعد نص الملعب عندنا بيشتغل بشكل كويس وعندنا بدائل كتير يعني ممكن تلعب بطرق لعب مختلفه في يعني نص الملعب يقدر في كتير يقدروا يعملوا اذا هنا الاجناب مثلا الاطراف يعني ما هي دي يعني انت دلوقتي عندك علي معلول لا بكلم قدام بقى انت بتتكلم ناحيه مثلا عند دلوقتي عندنا كهربا وعندنا احمد الشيخ وعندنا وليد سليمان وعندنا اجاييه في اسئله كتير عن اجاييه بس طبعا رغم انه طلب براحه يعني والجهاز الفني وافق له ماشي ممكن يكون في حاجه ماشي اكيد الجهاز هو اتكلم معاهم وشرح وجهه نظر فاقتنع بيها الجهاز الفني ماشي ممكن فتره برضه خلي بالك فتره صعبه جدا من ايقاف من ثم عوده وده الكلام ده مش تاثيره على الاهلي بس على انديه كتيره ولاعيبه كتير كمان اتاثرت ما عادتش بالصوره الصوره وخاصه اللعيبه الافارقه عارف ليه يا استاذ محمود لان هم في لعيبه افارقه قضوا كل فتره كورونا هنا ما كانش في سفر فكمان فرص انه يشوف اهله او عيلته او ابنه او مراته ممكن تاثر نفسيا ممكن اذا ما كانوش يعني معاه هنا يبقى هنا بالظبط فانت حتى يعني ايه رغم انه الكلام اللي بيصار والهجوم على جونر اجاي وبتاع لكن عاوز اقول من اللعيبه يا جماعه من اللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي لما يكون فايق بيعمل نقل لكن في حاجه الفوز بدوري ابطال افريقيا عاوز روح قتاليه عاوز روح قتاليه شرسه في الملعب عاوز روح الفريق يقدر يعملها لو تخلص من كل يعني ايه المخاوف لو تخلص من كل الاعباء وركز وثق في امكانياته وقدراته وعرف قدينه يعني بيمثلوا فريق بحجم الاهلي لا تقدروا تعملوا تقدروا تفوزوا تقدروا تعملوا النتيجه الوداد مش مرعب يعني ولا رهيب لا ده يعني لا مباراه يعني عاوز اقول لك ايه جات لك يعني مباراه الذهاب واياب هتبان بقى هنا فيها القدرات يعني مباراه ما عادش فيها مباراه خارج الملعب ولا مباراه على داخل كان الملعب كان في قبل كده كان في قرار انها تكون مباراه واحده تفتكر طبعا واحدة وبعد كده ايه بالظبط خلي بالك يعني برضه هتبقى مباراه واحده النوك اوت اللي هيتغلب هيطلع فدلوقتي ممكن يكون ممكن يبقى ايه خلاص انت عندك ايه الفرصه هنا 50-50 بالظبط فانت هنا اذا ما اردت التاهل للنهايه عليك ان تفوز في المغرب حقيقي ما تنتظرش لانه الوداد من الفرق الكبيره جدا وبتعرف تلعب يعني ونتائجهم معانا واضحه يعني 3-3 و1-0 هنا برغم